هانسل وغريتل، حكاية من التراث الألماني. كان يا مكان في قديم الزمان، كان هناك حطاب فقير يعيش في بيت قريب من الغابة الكبيرة. وكان معه طفلاه هانسل وغريتل وزوجته الشريرة الظالمة. أنت تعلم أنه ليس لدينا سوى كيس واحد من الطحين، وعندما ينفذ سنموت من الجوع. لذا يجب أن نترك الطفلين غدا في الغابة، ما رأيك؟ ولكننا إذا فعلنا هذا سيكون مصيرهم الموت حتما. كلا، لن أشترك في هذه المؤامرة البشعة. فهمت، تريد أن نموت نحن من الجوع. ماذا قلت؟ حسنا اتفقنا، غدا نصحبهما إلى الغابة ونتركهما هناك. كان هانسل وغريتل ينصتان إلى هذا الحديث المخيف. لا تبكي يا غريتل، سوف أتدبر الأمر. نعم، حاول هانسل التفكير في أفضل الحلول، لكنه للأسف لم يستطع التوصل إلى السبيل لحل هذه المشكلة. ثم وجدتها، اهتدى هانسل إلى فكرة جيدة. والآن انتظر هنا حتى نعود يا أعزائي. هانسل غريتل اغفر لي. أخذ هانسل وغريتل يناديان والدهما وزوجته رغم التأكد من أنهما لن يعودا مرة أخرى. اهدئي يا غريتل، اهدئي صبرا حتى يظهر القمر. ومع ضوء القمر لمعت حبات الحصى التي كان قد أسقطها هانسل على الأرض. أنتما؟ أهلا بي، أهلا أحبائي، أهلا بكم، أهلا. لقد كان يوما عصيبا، فنامت غريتل نوما عميقا، أما هانسل فقد ظل مستيقظا قلقا يفكر في ويلات اليوم التالي. وفي اليوم التالي حدث ما كان يتوقعه هانسل، فقد أعلنت زوجة أبيه عن عزمها على الخروج مرة أخرى. حاول هانسل أن يحشو جيوبه بالخبز قدر استطاعته، حيث كان ينوي إسقاط قطع الخبز على الأرض بدلا من الحصى كي يستدل بها على طريق العودة إلى البيت، ولكن كانت عصافير الغابة تأكل الخبز الذي يقوم هانسل برميه. ها
هانسل وغريتل طريقهما وسط الغابة. واضطرا للتجول في الغابة لمدة 3 أيام. ها؟ ما هذا؟ ما هذا؟ توجد وسيلة واحدة لمعرفة ذلك. هيا اتبعيني. بيت من الحلوى. صحيح، يبدو شهيا. من ذا الذي يقرض بيتي؟ يا لكما من طفلين لطيفين، ادخلا سأعطيكما طعاما شهيا. لقد صنع الداخل أيضا من الحلوى، انظري. هيا فلتأكلا ما تشاءان. إنكما رائعان، دعوني أرى وجهيكما، كلاكما يصلح للأكل. والآن عرفتما بالسر. لن تهربا. نفذ أوامري. جيدا حتى تسمن، أريد أن أستمتع بأكلك. وهكذا ظلت غريتل تعمل ليل النهار، أما هانسل فقد ظل يأكل الطعام الشهي حتى صار سمينا. هانسل، هذه بطنك؟ لا هذه ساقي. إذن هذه بطنك؟ لا هذه ذراعي. أحس هانسل أنها ضعيفة البصر. الآن دعني أرى إصبعك. هيا. مد هانسل عظم دجاجة بدلا من إصبعه. ما هذا؟ ما بالك ما زلت نحيفا؟ إنك ولد ميؤوس منك. وانتظرت المشعوذة ليصبح هانسل سمينا. لن أصبر، سواء كان نحيفا أم سمينا سوف أكله غدا. يا إلهي أرجوك أنقذ أخي. سوف نقوم بإعداد وجبة خاصة هذا الصباح. هل يشتعل الفرن جيدا؟ لا أدري. أيتها الفتاة الغبية، لا تفهمين؟ ولكن انظري هناك إلى داخل الفرن. ماذا بك؟ انظري هكذا. صحيح. في هذه الأثناء كانت زوجة الأب في المطبخ تعد الطعام. كذا نجا هانسل وغريتل من شر المشعوذة. ثم خرج الأب يبحث عن هانسل وغريتل كل يوم منذ أن ماتت زوجته. Thank you.
هكذا أمن الأب وطفلاه شر المخاطر وعادوا إلى المنزل ليعيشوا في سعادة دائمة.